تطورات خطيرة وسريعة في إثيوبيا، ماذا يحدث في إثيوبيا الآن بالتفاصيل؟ انشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وضربة كبرى من الداخلية المصرية وبيان عاجل منذ قليل، ورد من الحكومة المصرية عاجل على تحذير جونسون رئيس وزراء بريطانيا من اختفاء الإسكندرية. ما هي العقوبة المتوقعة ضد مرتكب جريمة الإسماعيلية بعد وصفها بأبشع جريمة في مصر؟ وعاجل المصاب في واقعة جريمة الإسماعيلية يروي تفاصيل ما حدث معه. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل لـ 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول موضوع معانا، وتطورات خطيرة وسريعة في إثيوبيا، ماذا يحدث في إثيوبيا الآن؟ تغيرات عدة شهدتها إثيوبيا خلال الساعات القليلة الماضية، أحدثها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إثيوبيا على ضوء اقتراب قوات جبهة تحرير تيجراي من العاصمة. قوات تحرير تيجراي توغلت على مدار الأيام الماضية في إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا من حيث عدد السكان، واقتربت من العاصمة أديس أبابا. كما أعلن جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي سيطرت على مدينة كيميسي التي تبعد عن العاصمة 325 كيلومتر. اقتراب قوات المعارضة من العاصمة أديس أبابا دفع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قبل أيام لمطالبة المواطنين بحمل السلاح ودعم قوات الأمن، أشار إلى أن الدفاع هو مسؤولية الجميع وسط أنباء متضاربة حول مكان تواجده حاليا. يعني الآن مش عارفين أبي أحمد مكانه فين، هل في العاصمة أم لا. بدأت السلطات بالفعل في أديس أبابا دعوة المواطنين لتسجيل الأسلحة بتاعتهم والاستعداد للدفاع عن نفسهم، وطلبت السلطات أيضا ممن لن يمكنهم القيام بذلك تسليم الأسلحة للقوات الحكومية أو إلى أحد الأصدقاء أو الأقارب الذين يمكنهم القيام بهذه المهمة. كما تجري السلطات عمليات مداهمة من منزل لآخر في مختلف أنحاء المدينة بحثا عن مثيري الشغب، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء. تأتي هذه الأنباء تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيجراي، معلنا أيضا نيته إخراج إثيوبيا من تصنيف الدول المستفيدة من قانون النمو والفرص في إفريقيا أجوا الذي تم تدشينه عام 2000، وهو اتفاق يمنح دول إفريقية جنوب الصحراء إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الصادرات. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان أكد أن جميع أطراف النزاع في تيجراي ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وحذر في نفس الوقت من أن بلاده جاهزة لفرض عقوبات على الذين يؤججون النزاع. في حين دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أطراف الصراع الإثيوبي الداخلي إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وبدء مفاوضات غير مشروطة بعد توسع نطاق القتال. طبعا عاوز أقول لحضراتكم أن إثيوبيا الآن مشتعلة، والله أعلم يعني أبي أحمد مكانه فين، هل في أديس أبابا أم لا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. وجبهة تحرير تيجراي يعني قدامها أيام قليلة جدا وتصل العاصمة أديس أبابا وتسيطر على إثيوبيا، وأبي أحمد يا إما يتم القبض عليه يا إما هيسافر لأمريكا أو بريطانيا عشان يتحمي في الغرب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ولكن يعني كل الأخبار وكل المصادر بتقول أن إثيوبيا يعني في حالة حرب أهلية كبيرة جدا، وأن جبهة تحرير تيجراي قربت أنها تسيطر على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية وبيان عاجل منذ قليل، وتمكنت السلطات المصرية من إحباط محاولة تهريب 215 ألف قرص كبتاجون مخدرة مخبأة أسفل حمولة فاكهة إلى داخل مصر
عبر ميناء نويبع البحري. وفي التفاصيل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام أحد الأشخاص وهو يحمل جنسية إحدى الدول، ويعاونه مستخلص جمركي يحمل ذات الجنسية وهما متواجدان خارج مصر، بجلب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء نويبع البحري. واستخدم المتهم شاحنة براد دون علم قائدها، وقام بإخفاء الحبوب ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة. وبعد تفتيش الشاحنة تم وضبط إقراص الكبتاجون، وقدر قيمتها ب7,500,000 جنيه مصري، أي ما يعادل نحو $500,000. المصدر معانا كان من الوطن، وتحية كبيرة لرجالة الداخلية العيون الساهرة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ورد من الحكومة المصرية عاجل على تحذير جونسون رئيس وزراء بريطانيا من اختفاء مدينة الإسكندرية. أكد محافظ الإسكندرية المصري اللواء محمد الشريف تعليقا على تحذير رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من اختفاء الإسكندرية أن المدينة تعرضت لسيول وفيضانات مكثفة منذ العام 2015. وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية الفضائية صدى البلد أن السيول والأمطار تزداد كل عام في محافظة الإسكندرية منذ 2015، وتسبب مشكلات كبيرة فيها، وخاصة التي تؤدي إلى أمواج عاتية. وأكد أن الدولة تعمل جاهدة لوضع حواجز إسمنتية لحماية الشواطئ في العديد من المناطق، كمنطقة القلعة والمناطق التي تشهد زيادة في ارتفاع منسوب المياه ومخاطر، موضحا أن تلك الحواجز إما تحت المياه أو مرتفعة عن السطح. وأشاد محافظ الإسكندرية بجهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 1.3 مليار جنيه لمنظومة الصرف الصحي في الإسكندرية. أشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه ببدء وزارة الإسكان العمل على تعديلات الصرف الصحي لمواجهة الأمطار وكميات المياه التي ازدادت. وقد حذر جونسون في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة جلاسكو من اختفاء 3 مدن وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض. وقال جونسون 4 درجات حرارة ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي الإسكندرية شنغهاي كلها ستضيع تحت أمواج البحر. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. إن شاء الله نتمنى الخير لمدينة الإسكندرية وأهل الإسكندرية، وما يكونش في أي ضرر على هذه المدينة بإذن الله، والعالم يتكاتف لأجل عدم ارتفاع درجة الحرارة، وهذا الأمر يعني مهم جدا إن شاء الله يحدث. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وما هي العقوبة المتوقعة ضد مرتكب جريمة الإسماعيلية بعد وصفها بأبشع جريمة في مصر؟ تحدث أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا في مصر مصطفى السعداوي عن العقوبة المتوقعة ضد مرتكبي جريمة الإسماعيلية التي وصفها بأبشع الجرائم التي عرفها المشرع المصري. وأوضح السعداوي أنه في حال القتل دون اقتران، سبق إصرار وترصد، تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، إما إذا اقترن بسبق الإصرار والترصد على ارتكاب الجريمة أو القتل باستخدام السم، أو إذا ارتبطت جريمة القتل بجنحة أخرى تكون العقوبة في تلك الحالة هي الإعدام. كما أشار السعداوي إلى أن القتل إذا وقع على موظفين مكلفين بمكافحة جرائم المخدرات، أو وقع القتل على أحد الجنود المصابين من جيش العدو أثناء الحرب، تكون عقوبتها الإعدام، متابعا أنه وصلت إنسانية المشرع المصري إلى تجريم قتل العدو المصاب ويعاقب عليها بالإعدام، والجريمة التي وقعت بالأمس في الإسماعيلية تتنافى تماما مع إنسانية المشرع المصري. وأوضح السعداوي أن حادث الإسماعيلية يصنف جريمة قتل عمد وأيضا جريمة الشروع في القتل، بناء على ما ظهر في الفيديو المنتشر للجاني وهو يحاول قتل رجل آخر حاول أن يحمي المجني عليه. وأضاف السعداوي أنه في حال أثبتت التحقيقات الحالية أن الجاني يتعاطى أيا من أنواع المخدرات، لن يقوم ذلك بتخفيف المسؤولية الجنائية عنه، لأن تعاطي المخدرات يعتبر سكر اختياري. وضح أن السكر الاختياري لا يخفف المسؤولية الجنائية أو يعفي الجاني منها، ولكن السكر الإجباري هو الذي من دوره تخفيف المسؤولية الجنائية أو إعفاء الجاني منها.
مصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ونتمنى أقصى عقوبة لمجرم الإسماعيلية إن كان فعلا يستحق، يعني عقوبة الإعدام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا حضراتكم يعني شفتوا الجريمة أو شفتوا بعض من فيديوهات يعني هذا المجرم في الإسماعيلية وأمام أعين الناس في منتصف الطريق وهو يقوم بأفعاله وما بدر منه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا يعني مستحيل نحن ننشر صور لهذه الجريمة، لأنه يعني هيبقى صعب على قلوبكم أنكم تتحملوا صور أو فيديوهات زي دي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وعاجل المصافي واقعة جريمة الإسماعيلية يروي تفاصيل ما حدث معه. كشف الرجل المصري محمود أحمد المصافي واقعة جريمة الإسماعيلية عن تفاصيل إصابته بسبب الحادث التي هزت مصر وأثارت غضب المواطنين بسبب وحشيتها. أشار محمود أحمد إلى أنه كان يسير في الشارع بالقرب من منزله ويتحدث في الهاتف، وفوجئ بقيام شخص يصوب سلاحه نحوه من الخلف، فسقط على وجهه واتصل بنجله وأخبره بما حدث، لافتا إلى أن الله كتب له عمرا جديدا بسبب شدة الإصابة التي تعرض لها بقطع خلفي في الرقبة وقطع أوتار اليد. أكد أنه تم نقله على الفور لمستشفى جامع قناة السويس من أجل إنقاذه. كما أوضح الرجل المصاب أنه أجرى جراحة عاجلة داخل المستشفى لإصلاح قطع الأوتار وتوصيل الأعصاب وإنقاذ اليد من البتر. أشار إلى أنه تم إجراء جراحة عاجلة لإصابة الرقبة وخياطة العضلات وإصلاح الجرح بعمليات الطوارئ داخل مستشفى الجامعة. وكشف أن المتهم في واقعة القتل كان مصابا بهستيريا بعد قيامه بهذه الجريمة البشعة، وكان من الممكن أن يقتل عددا آخر من المواطنين لولا سيطرة المواطنين عليه في الشارع. وأصدرت السلطات المصرية قرارا يقضي بحبس المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لأحد المواطنين بمنطقة حي السلام بالإسماعيلية، إذ استمعت النيابة لأقوال المتهم واصطحبته إلى مسرح الجريمة لتمثيلها، بالإضافة إلى أنها استدعت عدد من شهود العيان وأصحاب المحال بالمنطقة للاستماع إلى أقوالهم وجمع الاستدلالات اللازمة لكشف دوافع المتهم لارتكاب جريمته البشعة. كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة. وكانت مدينة الإسماعيلية المصرية قد شهدت جريمة بشعة، حيث قتل مواطن شخصا وقطع رأسه وحملها في الشارع، ما أثار حالة من الرعب، وأعلنت السلطات القبض على المشتبه فيه. وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق عملية القتل التي أثارت ضجة كبيرة في مصر كلها. مصدر معانا كان من اليوم السابع، وربنا يسترها علينا بإذن الله ويبعد أي أذى عننا بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا إي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.